وقدرنا نيجي لمحضرك المقدس لنقضي بعض الدقائق يا رب نستريح قليلا. بنحن عظيم نشكرك لانك انت عارف كل عيوبنا، عارف كل خطايانا، عارف كل خبايا حياتنا، ومع ذلك بتقبلنا بل وتدعونا تعالوا الينا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اوليحكم. نشكرك يا رب لانك مش بتقبلنا بس، ده انت صاحب الدعوه صاحب الوليمة. أشكرك يا رب لأنك جاهز معنا في السادات، بل تشتاق يا رب أن تبارك كل واحد فينا وكل واحدة. بنالك يا رب باحتياجات متنوعة. بنالك محتاجين سند، محتاجين تشجيع، محتاجين معرفة جديدة، استقرار جديد، عمق جديد معاك. محتاجين يا رب أنك تنذرنا، محتاجين أنك تكلمنا، تلمس في أذاننا. جميعنا في حاجة شديدة إليك. جميعا في حياتك شديدة من فضلك ساعدنا نكون جاهزين لبركة جديدة في هذا الصباح. ساعدنا نكون جاهزين للقاء مسمعنا على جمالك يا سيدنا. من فضلك يا رب بارك كل لحظة في عملتنا، بارك كل لحظة عند الرؤية في محضرك المقدس. ساعدنا رب نكون عايشين في الواقع، الواقع زي ما هو عايشين في محضر ملك الملوك يا رب. نطلب كل ما لا وأن نخاطر بالكلمة واحترام ووقوع وخشوع وتعبد. من فضلك ساعدنا كل ما خرج ساعدنا يا رب الكل. بإذن بارك عبيدك لأجل الهدى. عبدك يا رب التسبيح، عبدك يا رب الكلمة. اشكر يا رب كل صوت داعي للحاضرين وللحاضرين. من فضلك ساعدنا نشكرهم جميعا على جميع ما حضرتك يا رب الخبرين. في انتظار بركة جديدة وجاهزين ببركة كبيرة يا رب في هذا الصباح. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
يوريهم منظر قد ايه الموت ما يقدرش عليا. خد مع I'm going to go to the next one.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.